السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع أخصائية جميلة جدا في برنامج الوورد، ألا وهي سمارت لوك أب. بمعنى إيه؟ بمعنى لو أنت بتفتح الملف هوت وفي كلمة مش فاهمها أو عايز تعرف عنها معلومات أكتر، فمجرد إن أنت تعمل سيلكت على الكلمة ديت وتدوس رايت كليك وتقول له سمارت لوك أب، فهو بيبدأ يدور عليها على الإنترنت ويبدأ يجيب لك معنى الكلمة ويبدأ يجيب لك حاجات من النت توصفها. ده ويب سيرش، هو معتمد على بنج لأن بنج ده تبع مايكروسوفت، ده محرك بحث تبع مايكروسوفت. فلو قلت له سمارت لوك اب هيبدا يجيبها لك، ولو في اي صور متعلقه بالحاجه دي هيبدا يجيبها لك. طبعا احسن حاجه تشربها في البريك هو الكوفي. الويب سيرش يبدا يجيب لك الكلمه بريك ويبدا ينتهى لك ويقول لك الفيرب بتاعها ايه والنوم بتاعها ايه وامثله لاستخدامها. فده بيبقى كويس جدا لمعرفه معنى كلمه وانت بتفتح الملف وانت شغال على الملف.